هنروح ليه مجموعة من الأخبار المتنوعة، وهي أكيد البداية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكان في اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي امبارح، وكان في قرارات كتير من أبرزها هو تحديد موعد قرعة الدور الحاسم والنهائي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. والحقيقة تم الاستقرار على إقامة القرعة في الكاميرون على هامش استضافتها لكأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 22 و26 يناير اللي جاي. حابب نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا اللي تأهل للمرحلة الحاسمة مع 9 منتخبات قوية جدا. وبالكلام عن الدور الحاسم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حنا خلاص تم الاستقرار بشكل نهائي ان الدور ده يكون بنظام مباراتين ذهاب واياب، والمنتخبات الخمسه الاعلى تصنيفا هتستضيف لقاءات الاياب. يعني وفقا لوضع التصنيف الحالي، منتخبات مصر والكونغو الديمقراطيه ومالي وغانا والكاميرون هيلعبوا الذهاب على ارضهم، وهتكون مباريات الاياب على ملاعب منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا، لأنهم أول 5 مصنفين في قارة أفريقيا في الوقت الحالي.